مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، برحب فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المناطق اللبنانية وتحية من القلب لكل المغتربين، ودائما بنقول لهم لبنان مشتاق، خصوصا هلا بفصل الربيع، فصل الطبيعة الجميلة بكل المناطق اللبنانية ولا سيما شمال لبنان. أصدقائي دائما بشمال لبنان في حراك ثقافي، حراك فكري واجتماعي، ودائما أيضا المؤسسات والجمعيات والقطاع الأهلي والقطاع المدني سهران على إبراز الشمال بأبهى صورة حضرية. واليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. دكتور محمد خالد الزعبي من الشخصيات العكرية المتميزة بعالم السياسة والفكر، وأيضا له أيادي بيضاء بتأسيس الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية اللي أسست روح علمية وتربوية بكل المناطق العكرية. اليوم مع كاربريس بالتعاون مع الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية وهيئات المجتمع المدني عم بتكرمه بمناسبة ذكرى مرور سنة على رحيله. هالاحتفال المتميز بمجمع عمر بن الخطاب برعاية سماحة مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان ممثلا بالشيخ محمود الخطيب، بالإضافة طبعا لشخصية سياسية اجتماعية نيابية وهيئات المجتمع المدني وحشد كبير من التربويين. الدكتور محمد خالد الزعبي رحمه الله من مواليد عام 1946 في بلدة مشحى عكار شمال لبنان، شارك في تأسيس الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية وانتخب رئيسا لها منذ عام 1991 وحتى وفاته في العام 2015، وقد أغنى المكتبة اللبنانية بعدة مؤلفات ومن بينها تاريخ عكار الإسلامي السياسي والحضاري عبر العصور، التصوف مدرسة وثورة فلا يمحى بجرة قلم، الرسالة الوافية في الأخلاق الشافية، الجهاد سياج الأمة وحصنها الحصين، تعدد الزوجات بين القبور والرفض، القصاص سبيل الأمة إلى حياة أفضل. هذا العملاق الذي أسس الصروح التربوية، أسس الصروح الثقافية، تضعاط مع الإنسان بكل محبة واحترام، كان نموذجا بالمحبة والاعتدال. واليوم هذا الصرح التربوي والعديد من الصروح التربوية تشهد على إنجازاته. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد له لأنه باستدعائه للبشر إليه عبر جسر الموت يضع حدا لأتعابهم وجهادهم وألامهم. فالدنيا دار امتحان، وليس من امتحان يدوم إلى ما لا نهاية، وبعد كل امتحان هناك النتيجة. وقد قال لنا على فم كلمته سيدنا المسيح ابن مريم: نعم أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل، وها أنا ذا أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح ربك. نجتمع اليوم في عكار حيث التاريخ لا يخفو، وإن غفى لا يصحو إلا على أصوات يطمئن إليها العقل والقلب، هي أصوات الحق والخير والجمال. عكار التاريخ الحافل بمآثر أبنائها، عكار المستقبل الواعد،
عكار الصرح الذي أساسه العلم والثقافة والشرف والتضحية والوفاء والتآلف والعيش المشترك والدعوة إلى الإيمان بالخالق الواحد. حين نحيي عائلة الراحل، نحيي العائلة الصغيرة التي نعتز بها، المربية الفاضلة السيدة عواطف أم خالد، والأخ العزيز خالد ودانيا وديمة، ونحيي أيضا العائلة الكبيرة من الأقارب والمحبين من أهالي مشحى وعكار وكل الشمال الذين نكبر بوفائهم للراحل، ونرى في كل واحد منهم رفيق درب لاستكمال المسيرة التي كان فقيدنا أمينا عليها، مسيرة الاعتدال والانفتاح واليد الممدودة من أجل عكار ومن أجل إنمائها وتعزيز التربية والتعليم فيها. شكراً جميع أفراد آل الزعبي على هذا الوفاء وعلى هذا الاعتدال. أيها المعلم، أيها الباني، أيها القائد، هل تسمع الآن النداء يا عطر أكمام الورود؟ ماذا نقول اليوم عنك وقد وفيت بالعهود؟ عام مضى وما برحت حاضراً، طيفاً يكحل الأحداق لا يغيب، في كل جمع تحضر صورتك، وعن كل معضلة نراك تجيب. ستظل فينا وبيننا أمثولة وقدوة غراء يا حبيب. نرحب بكم أيها الحضور الكريم، ونحييكم بتحية السلام والمحبة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب والروح باسم عائلة فقيدنا الغالي وباسم محبيه، ونشكر حضوركم المبارك بفرح وامتنان، لأنني أشعر بفرحه بكم، وأدرك أنكم كنتم وستبقون تشكلون عائلته الكبيرة، فقد كان محبا للناس جميعا لدرجة الإيثار، وشتان ما بين الإيثار والأثرة. منه تعلمت المحبة، وباسمه أحيا بها، وعلى نيته ألقى الله بإذن الله. وعزائي بكم أيها الأحبة، في وجوهكم التي تعكس صورة الراحل رضا بما أسلف، ورجائي عظيم أن ألقاه وقد أديت الواجب من بعده غير باغ أو مفرط. بمناسبة اليوم العالمي للتوعية على مرض التوحد، وبالتعاون مع مركز الصفدي في طرابلس وجمعية الأهل، أقيم نشاط في مركز الصفدي في طرابلس بحضور السيدة فيوليت محمد الصفدي وشخصيات فكرية وأدبية وحجم كبير من الأطفال. وتضمن النشاط سلسلة من النشاطات الترفيهية للأطفال، خصوصا تم إضاءة باللون الأزرق مختلف المعالم السياحية في طرابلس، ولا سيما مركز الصفدي في طرابلس. جمعية الأهل لدعم التوحد، مدام غادة حايك مخول، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، نشكركم على اهتمامكم بموضوع التوحد،
اليوم عن نشاط اليوم بالتعاون مع مركز الصفدي مدام فيوليت. نحن اليوم مع بالتعاون مع مدام فيوليت صفدي حبينا نضوي بالأزرق، لأنه الأزرق هو اللون العالمي للتوحد، رح يتضوى بكل لبنان. يعني نحن بلشنا من قلعة صيدا، قلعة جبيل، مزار حريصة امبارح، وهون عنا بطرابلس بالتعاون مع مركز الصفدي الثقافي رح يضوى المركز، رح يضوى معرض رشيد كرامي الدولي وقلعة طرابلس. بهمنا يكون كل لبنان انفولف بالموضوع، لأنه أكيد هو بيصيب كل المجتمع بكل لبنان بكل المناطق بكل العالم. واحد على 68 ولد عندهم توحد. بتعرف اليوم 2 أفريل هيدي ذكرى العالم بلش يحتفل فيها كل سنة، هي نوع من التوعية إنه اليوم في أطفال عندهم مرض التوحد. هيدا المرض اللي نحنا ما فينا نغمض عيوننا عليه، المفروض نقبله، المفروض نحنا يمكن بطرابلس شوي عنا أزمة، ما عنا كتير تفاصيل بتهمه للطفل اللي عنده هيدا المرض، وهيدا شيء موجود بكثرة، في ناس تستحي تخبر عنه أو تحكي عنه. هيدول أولادنا، هيدول أطفالنا اللي منفتخر فيهم، اللي عندهم قدرات مفروض نضوي عليها. السنة هيدا مركز الصفد الثقافي حب أنه يشارك بهيدا الحملة اللي عم بتصير بالعالم، حب يضوي المركز. والحقيقة الشكر الكبير للـ AAA اللي هي Awareness Association for Autism، اللي هن ناشطين كتير واللي هن فعلا عم يعملوا جهدهم قد ما فيهم يوعوا العالم، لأنه أطفال التوحد بحاجة أنه يحسوا حالهم مقبولين ضمن مجتمعهم وضمن المحيط اللي هن موجودين فيه. مركز صفدي الثقافي عم بيشارك أوتيزم أويرنس أسوسيشن بهيدي السنة، وأكيد ضوينا المركز باللون الأزرق دعما لكل الأطفال ودعما لكل المؤسسات اللي تعنى بالتوحد. ضروري دمج الأطفال بالمجتمع وتأمين مراكز تأهيلية لإلهم كتير ضرورية تيقدروا يعيشوا هن وأهليهم حياة طبيعية قدر المستطاع. جامعة بيروت العربية بشمال لبنان بالمينا تحديدا دائما خلية نحل بين الاهتمام الأكاديمي والاهتمام أيضا الاجتماعي، ودائما في تواصل مع مختلف القطاعات التربوية والثقافية. اليوم يوم مفتوح، الطلاب عم يعرض إنتاجه الثقافي والفكري. الدكتور خالد بغدادي، حضرتك نائب رئيس الجامعة، أهلا بك. أهلا بك في فرع الجامعة هنا في جامعتك وجامعة أهل الشمال كلهم، والنهاردة يوم مفتوح لكل طلبة المدارس عشان يتعرفوا على جامعتهم ويعرفوا الإمكانيات الموجودة عندنا من ناحية في الكليات المختلفة والتخصصات والبرامج المختلفة، وكمان الفاسيليتيز اللي هي اللي ممكن يقدر يتعامل معها، من إنترنت، من رياضة، من هوايات يقدر يمارسها هنا تنمي بيها شخصيته. يعني شو هي الاختصاصات اللي عم تلاقي الطلاب في تهافت عليها؟ والله هو كل الاختصاصات مهمة، ولكن هو طبعا سوق العمل هو اللي بيحكم الموضوع. عندنا في تهافت على طبعا في كليه الهندسه في برامجها المختلفه، وكليه الهندسه المعماريه، وكليه البيزنس، وكليه العلوم الصحيه عندها في تهافت كبير جدا وعدد الطلاب بتزايد. والحقيقه احنا عندنا بنقدم احسن خدمه تعليميه، في والشهادات بتاعتنا شهادات معتمده عالميا، وكل الطلبه اغلبهم بيلاقي سوق في سوق العمل مكان جيد جدا بعد ما يتخرج ان شاء الله، فاهلا بيهم كلهم عندنا. حقيقه نحن اليوم هذا تنظيم اليوم المفتوح، نحن عم ننظمه جامعه بيروت العربيه لاول مره ضمن سياسه الانفتاح واستقطاب الطلاب بجامعه بيروت العربيه، وتم التواصل مع العديد من مدارس الشمال، ولن يتم تنظيم هذا اللقاء فقط في الشمال. كليه الحقوق طبعا يعني اختصاص اساسي دائما طموح الشباب، خبرني اهميته اليوم بجامعه بيروت العربيه. يعني عندنا اختصاص الحقوق، نحن من اول كليات اللي فتحت عنا بالجامعه، دراستنا بتمتد على 4 سنين، وبس تخلص بعد 4 سنين ليسانس مجال عمل واسع، مثلا فيك محامين، قضاء، كتاب عدل، ضباط بمختلف المجالات. شو الميزه اللي بالجامعه هون ما عم بتقدمها على جامعات ثانيه؟ عندنا يعني نحن عم نخلط بين النظري والعمل، عرفت كيف؟ يعني باقي جامعات ممكن تلاقي عم بيحكوا نظري اكثر بمل الطالب، بينما نحن عم نربط الواقع العملي مع القوانين واللي عم ندرسه بالصف. تقريبا كليه الحقوق عندنا بدها تاخذ الاعتماد الدولي
هذا شيء بيميزها عن شهادة الجامعات الباقية الحقوق اللي موجودة بلبنان. هذا اعتماد معتمد من أوروبا كلها والدول الأجنبية بتعتمده فيبا. قريبا كلية الحقوق رح تاخده بالجامعة عنا. هذا مشروع تخرج عمله طالب سنة خامسة السنة الماضية هون بجامعة بيروت العربية. عندنا هون سولار بانل وعندنا تراكينج سيستم مشان نحسن الباور جينيريشن. تقريبا هالسيستم هذا بحوصله 30% اذا بنقارنه مع سيستم يكون ثابت. بيكون عندنا اثنين موتور بيلحقوا تراجكتوري تبع الشمس، مثل ما بنعرف من الشروق للغروب الشمس عم تتحرك، فمشان يكون على طول موجه للشمس بنكون حاطين له اثنين دي سي موتور. وعندنا هون كنترول يونت تاخذ الميجرمنت من السنسرز وبتبعت الكوماند للموتور لحتى يبرمه بالطريقه المناسبه. الشريع هذا اي يعني اي سنه الطلاب ببلشوا يشتغلوا هيك؟ نحن تقريبا هون بجامعه بيروت ببلشوا اف واي بي 1 اف واي بي 2، يعني تقريبا رابع سنه وخامس سنه. نحن هون تلاميذ بنشرح انه كيف ممكن للتلميذ ياخذ يتعرف على هذا الفرع عبر نشرح له عبر المودلز عبر البلانز سكشنز اليفيشنز. فمن هذه الناحية هون التلميذ ببلش يفكر شو ممكن يفوت بالدومين كفرع عمارة، كيف ممكن نفسر له هذا الشيء. هذا المشروع اللي هون هو ستاديوم، عاملينه طلاب من عنا من قلب الجامعة، عم أرجو فيه كيف نحن الستركشر تاع المبنى كيف نقدر نحمله بأي طريقة. في عنا كذا مودلز كمان عاملينهم، نحن عاملينهم مشاريع، هن كذا بروجرام علمونا إياهم الدكاترة كرمال نقدر نعمل كذا مشروع. هيدي الشيء على الرازبيري باي هو هاردوير بينزل عليه اوبريتنج سيستم لينكس، وفي البنز هيدول بياخذوا السيجنال قد ما قال له يعني ثانيه ثانيتين ثلاثه. فانا وصلتهم على الموتور تبع السياره بقول له اذا بده يمشي 10 ثواني دقيقه دقيقتين بيمشي وببعتها وبترجع مثلا السياره، بقول له روحي 30 متر رجعي لعندي، روحي اعملي برمي ورجعي حسب. هلا فيك تطوره قصه اكثر من هيك، بس هو كانت فكره بدائيه اساسا. هيدي تكنيك اوف سيبريشن، إذا كان عندنا mixtures of substances إذا نعمل لهم separation فينا نحطهم بشيء اسمه column chromatography. هيدا الميكستر بقلبه اثنين substances نعمل لهم separation، بس يدخلوا ضمن الكولم بيصير لهم separation هيك حسب البولاريتي تاعت الكومباوندز، بعدين بيصير لهم اخر شيء separation لتو compounds. ملاحظ انه في تهافت عليكم كبزنس؟ ايه نحن بزنس. اول شيء انا ثاني سنه banking and finance. نحن جامعتنا last year أخذت accreditation from FIBA. شو يعني accreditation from FIBA؟ يعني صارت الشهادة تاعتنا international. أوكي، ونحن الجامعة الوحيدة اللي فيكم تبلشوا فيها من الباتشلر وتكملوا على PhD بنفس الجامعة بدون ما تنتقلوا. نحن الجامعة الوحيدة كمان بالشمال يلي بتكملوا فيها وبتاخدوا منها الدكتوراه. خبركم بعد انه البزنس هو مش بس انه الواحد يدرس اشياء سمبل انه اذا ما منه اسفي او شيء، بالعكس البزنس عنده كتير opportunities للورك، في انه يفوت بمصرف لبنان، في يدرس مشاريع، في يفوت على banks firms، في هو كمان يأسس شغله يعني لحاله. مرحبا، انا معكم قسم النيوتريشن. هون مثل منكم شايفين عاملين هيك مثل سكاتش صغير يعني نحن شو عم ندرس بالكلية، وأكيد خبرتني عن التعامل أول شيء. الحمد لله هون يعني الجامعة العربية إنه مثل عائلة، يعني عرفت كيف، يعني كل الدكاترة بيعاملونا بطريقة كتير حلوة، ومثل ما أنا شايف نحن أقلية يعني، فأكيد بتشكر يعني كل الأساتذة. تكريما للشهيد في الجيش اللبناني المجوأل محمد حسام السرزبي، اليوم احتفال في بلدة لبنين وأيضا إزاحة الستارة عن قافلة من الشهداء. الاحتفال برعاية قائد الجيش العميد جون قهوجي ممثلا بالعميد الركن فوزي خوري، بالإضافة إلى حضور شخصيات سياسية نيابية اجتماعية وحشد من المهتمين. طبعا الاحتفال من تنظيم بلدية لبنين بالتعاون مع فعاليات البلدة. هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا. ببنين مثل ما هو معلوم للجميع، ببنين أم التضحيات اللي ما في حدا ينكرها، ببنين لقبت بأم الشهداء، ببنين اليوم
يعني قدمت كوكبي من خيرة أبنائها فداء للوطن ولكل حبة تراب فيه، مشان هيك وفاء لألن ووفاء لبنين بذات الوقت حبينا أنه نعمل نصب تذكاري يحمل اسم هذه الكوكبة الطيبة المباركة من أبناء هذا الوطن ومن أبناء لبنين، حتى يزال الستار اليوم عن هذا النصب المبارك اللي بيجمل وبيزين أرض لبنين كل لبنين. بذات الوقت نحن اليوم عم نقيم حفل تأبين للشهيد المجوقل اللي استشهد مقبلا غير مدبر وفاء لوطنه ودفاعا عن كل حبة تراب فيه، واللي دماؤه روت أرض البقاع الغالي راس بعلبك. مشان هيك يوم عزيز علينا كلنا، نحمل بقلبنا حزن الفراق، فراق أحبة غادرونا إلا أنه هني موجودين بقلوبنا وروحنا عم ترفرف بسماء لبنين. يعني اليوم نحن بنعرف أنه لبنين هي من أكبر مناطق بعكار، وببنين كانت وما زالت عم تقدم الشهداء للجيش اللبناني، فكان أولهم الملازم أول الطريق تقريبا من حوالي أكثر من 15 سنة، وكان آخرهم الشهيد محمد حسام السبسبي الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. فببنين كانت وراح تضل وراح تبقى مع الجيش اللبناني وعم تقدم هالشهداء. فكانت اليوم نحن بدنا نزيح الستار على الناس بالتذكاري، تنجدد أولا الولاء للجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية، وتحية إلى أرواح الشهداء اللي سقطوا وراح تكفي هالمدينة دايما بهالنهج. الدنيا نار ومدافع وانا رايح يا بلادي دافع، نرجع ما بنرجع لتخافي لازم يبقى لبنان. رايح على عسكرية عمدرستي حرية يا بلادي لو ضامن كلمة الرأي عكار المحبة، عكار التسامح، عكار الوحدة الوطنية، عكار الصورة المشرقة ستبقى إلى أبد الآبدين، ولن يستطيع أحد أن يشوه هذه الصورة، وسنبقى قلب الجيش النابض. وإما نحن عيون الجيش، وإما كنا وإما كنا وإما كنا ببيروت بالجنوب بالبقاع، وإما كان بنلاحظ عيون أبنائنا بعكار. وبالأمس القريب طبعا لن ننسى معارك مخيم نهر البارد كم سطرنا من بطولات، ومعنا أيضا في هذا اللقاء بطل من عكار لابد من تحيته، العميد البطل طبعا جورج نادر، تحيه لك على كل تصوير. لقد تقدمت في هذا المقام لا لاقول خطابه وانما لاقول شيء من الوجدان الذي تحس به عائله آل السبسبي التي وجدت من نفسها في وطن ربما يحوي قلباً واحداً استطاع أن يحضن الجميع بكل ما لهذه الكلمة من معنى، إذ أصبح العزاء عرساً وأصبح الندب زغاريداً. هكذا كانت جنازتنا بشهيدنا محمد حسام السبسبي. أيها الأخوة الأعزاء، ليست بلدة لبنين ومنطقة الشمال عموماً ببلداتها وقراها العامرة بالإلفة ومحبة الوطن والتجذر في الأرض والتفاني في سبيل اخترارها وعمرانها ودوام خيرها، ليست مجرد خزان بشري للجيش وشلال دم ينبض في عروقه فحسب، إنما هذه القرى والبلدات هي داعمة للجيش أيضاً بتأكيدها نموذج الاجتماعي الرائد وميزاتها الوطنية الأولى وصفاتها الإنسانية السامية، ألا وهي الوحدة الوطنية والعيش المشترك والتواصل والتراكي بين الإنسان وأخيه الإنسان وضم الجهود إلى جهد للمحافظة على هذه القيم والمبادئ الموغلة جذورها في الأصالة والتاريخ. يعني هيدي هي عكار الوحدة الوطنية، عكار قلب الجيش اللبناني، ومهما حاول البعض أنه يزر عكار هي بؤرة للإرهاب، نحن عم نقول عكار هي أم الجيش وبي الجيش، ونحن مع الجيش، وعكار كانت وستبقى نموذج لمحبة لبنان ولبنان في قلب عكار. شو بدي أقول لك، أنا حسام خدمنا سوا سنة، من 4 سنين بدي أقول لي حسام السبسبي بيقولوا عندك؟ قلت له أكيد، قال لي بيطوع ابني عندك.
لما عرفت انه محمد استشهد غصيت دقيت له بكي دغري وانا بكيت. انا بعتبر حالي خسرت ولد مولادي لانه بيو صديقي وهذا الفوج بيعز علي يطير المجول يعني كل شهر بطير من راس عسكري بالمجول كانه راح بني انا. يعني مره ثانيه عكار وببنين عم بتعبر دائما عن وقوفها الى جانب الجيش اللبناني وهي الحضن الحاصن الحاضن للجيش اللبناني وليس للارهاب كما يصور بعض عكار بشكل عام. فهنيئا لبنين لهذا الاحتفال وهنيئا ببنين لتقديمها دائما الشهداء للجيش اللبناني وشهداء الجيش اللبناني عم يسقطوا هن فخر لعكار كل الناس بتحطها على اسطوره. فعلا هي عرس هي احتفال بشهداء الجيش وببنين ما بتبخل ولا مره على التقديمات والتضحيات والدماء. فنحن بنقول لشهداء الجيش الله يرحمهم إن شاء الله بتكون نفسهم بالسماء وإن شاء الله ببنين راسها بيضل عالي وبتكون حاضنة للجيش اللبناني ولكل القوى الأمنية الشرعية. وشكرا. ولا كلمتي إنه بالنهاية الوطن أماني بأعناق الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى نحن نظرتنا للبلاد نظرة أمل ونظرة حب الخير للجميع وأمن وأمان وهذا اللي بدنا البلد يكون فيه أو نعيش فيه البلد اللي بدنا نعيش فيه حابين يكون هيك وحابين كل أبنائنا ونحن نظر البلد أنه هي عبارة عن لوحة زيتية مشكلة الألوان وجمالها بهالموضوع هذا يعني فيك تقول صورة فيفوساء ونسأل سبحانه وتعالى أنه يعين الجميع على الحفاظ عليها وبالنهاية كلياتنا أولاد هالوطن هذا. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج مرايا الشمال. إن شاء الله موعدنا بجدد معكم بالأسبوع القادم. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي. أما التصوير لأيمن سليمان وإلى اللقاء.